صحيحه انت واحده ست وكانك اختها، واحنا عندنا بنات كتيره جدا لا ام ربت ولا اخت ولا خاله، هم كبروا اتجوزوا ما يعرفوش حاجه عن الجواز غير ان هم ياكلوا ملبس، حبيبي هات لي ملبس علشانك اقلع والبس، لكن ما تعرفش تدير بيت. اداره البيت دي عباده، فن وعباده. اداره البيت ابوك جايب لك فرخه تقدر تعمل عليها حل الطبيخ تكفيك 3 ايام، امهاتنا عملوا كده والناس المحترمه عملوا كده. احنا النهارده عندنا جيل تعبان في مخه، عايز كل دقيقه يطلب دليفري، عايز كل دقيقه يجيب حاجات ملهاش داعي. في حاجه اسمها اساس البيت، اساس البيت ده حل الطبيخ تكفيه وتعدي ايامه وتجيب رضا ربنا، والا لو استسلمنا كلنا لهوانا مش هنشبع، واللي معانا واضعاف اضعافه مش هيكفي.